أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن توجيهات سمو الأمير للمعنيين بعدم إدخار الجهد والمال لمواجهة وباء كورونا ينم عن حس القائد المشغول بأبناء الشعب والمقيمين. وقال الغانم على حسابه في تويتر: كعادة الكبار ودأب الحكماء، كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد في كلمته مشخصا دقيقا لما يجري من تحد صحي عالمي تمثل في انتشار وباء كورونا. وأضاف الغانم أن توجيهات سموه للمعنيين بعدم إدخار الجهد والمال لمواجهة وباء كورونا ينم عن حس القائد المشغول بأبناء الشعب والمقيمين، ويدل على قلق الأب المسكون بهموم أبنائه. وتابع: أما ما جاء في النطق السامي لصاحب السمو تجاه مجلس الأمة ودوره في هذه الأزمة فهي شهادة فخر ووسام شرف تاريخي على صدورنا جميعا، ودافعا كبيرا لاستمرار هذا التعاون الإيجابي لما فيه خير البلاد والعباد. وختم الغانم: أمام هذا الابتلاء لن تهزم دولة هذا قائدها، ولن يستسلم وطن هؤلاء أبناؤه، وسنعبر بإذن الواحد الأحد هذا الامتحان متسلحين بإيماننا بالله وبوحدتنا وتعاضدنا. من جانبه قال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح: سمعا وطاعة يا صاحب السمو يا والد الجميع. وقام وزير الخارجية بإعادة نشر تغريدة الدكتور خالد الفاضل الذي قال فيها: كلنا فداء للكويت، ومن القلب نقول سمعا وطاعة يا صاحب السمو، سمعا وطاعة يا والد الجميع، سمعا وطاعة يا قائد الإنسانية. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من شر الوباء ومن كل مكروه. أما الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح فقال: ستنتصر الكويت على الوباء وسنتجاوز هذه المحنة، فهي رسالة طمأنينة للجميع وتأكيدا على ضرورة اتباع التعليمات لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. فاللهم احفظ وطننا الكويت وأعز ولاة أمورنا على طاعتك، ونقول سمعا وطاعة يا صاحب السمو. وأكمل الحمود: ملتزمون بتطبيق حظر التجوال وبتعليمات مجلس الوزراء، وزارة الداخلية ووزارة الصحة. من جهته قال عبد الله فهاد: كعادته صاحب السمو كان خطابه أبويا وصل إلى القلوب، وقد أضفى خطاب سموه الكثير من الثقة والطمأنينة على المواطنين والمقيمين وأبنائه في الخارج، بعدما أكد أن الدولة لن تدخر جهدا في سبيل صحتهم وسلامتهم، وبفضل الله ثم بتوجيهاته سنتجاوز الأزمة. وغرد كل من طارق المزرم ومبارك الحريص وقالا: سمعا وطاع يا صاحب السمو يا والد الجميع. أما جراح عبد الله الشعلة فأكد أن خطاب والد الجميع صاحب السمو أمير البلاد توجه لكل أبنائه من المواطنين وكذلك المقيمين، فنحن بمركب واحد، كل إنسان يعيش على هذه الأرض، وربان سفينتنا صاحب السمو، نسأل الله أن يكتب لنا الفرج والنصر واليسر بعد العسر. بدوره قال سعد الخنفور: النطق السامي لصاحب السمو الأمير حافظه الله وتوجيهاته السامية ألا يدخر شيء على المواطن هو أحساس المسؤولية ونبع القيادة، نطق أتى من حاكم بروح القلق على شعب أحبه كقائد عظيم ومثال للإنسانية، كلمات وضعت لنا الأمانة وأيقنتنا أننا تحت عباءة العود مطمئنون بإذن الله. حفظك الله للكويت ولشعبها. وإنني على ثقة تامة بأننا سنتجاوز هذه المحنة، فسيجعل الله بعد عسر يسرا. أسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن وطننا العزيز وعن كافة بلاد المسلمين والبشرية جمعاء، وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه، ويحرسه بكريم عنايته ولطفه، وبشر الصابرين إذا صبروا الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.